حالة من القهر وحالة من الأسى مشروعها على أهل القرية بسبب الحادثة والفجأة التي وقعت لهذه الأسرة التي كل الأهل هنا شهدت لها بحسن الخلق وأن يعني شهدوا لهم حسن الخلق والتزام ومواظبة على الصلاة. يعني الناس هنا يعني أكدوا أنهم ما كانوش يتوقعوا أن تكون هذه حضروا لتقديم واجب العزاء لأسرة الضحايا. أيضا الأهالي هنا يعني كان لهم مطلب واحد وهو سرعة القصاص العادل من هذا المتهم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية وقام بقتل 5 من أسرة واحدة بينهم أطفال في عمر الزهور بسبب خلافات مالية زي ما ذكرنا بينه وبين المجني عليه. من قرية بقاش التابعة لمركز المناشي بمحافظة الجيزة وسرادق العزاء الذي أقيم